ماذا سيكلفنا الاعتذار من خسارة؟ ولماذا نخطئ إذا كنا لا نريد الاعتذار؟ وهل يرضى أحدنا ألا يعتذر له إذا وقع الخطأ عليه؟ إذن الخطأ وارد، والاعتذار بلسم لهذا الخطأ، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هكذا هي سنة الله في الحياة، خطأ وصواب، وليس وقوع الخطأ عيبا بقدر استمراره أو مكابرة صاحبه. لذلك الاعتذار شيمة أصحاب القلوب الأبية الصافية النقية، وهو دليل الإيمان وبرهان الشجاعة ودليل السلامة النفسية. إن الاعتذار بين عموم الناس مطلب شرعي وذوق أخلاقي رفيع، وبين الزوجين على وجه الخصوص مطلب وأي مطلب، وذوق أيما ذوق. فوجود الاعتذار بين الزوجين ينبئ عن سلامة وسلاسة العلاقة الزوجية بينهما، وغياب الاعتذار بين الزوجين ينبئ عن صعوبة وعسر العلاقة الزوجية بينهما. فلماذا إذن يخشى الزوجان من الاعتذار لبعضهما؟ إذا استكبر الشريكان واستكثرا كلمة عذر يقدمها كل منهما لشريك حياته بعبارات تدل على الرجوع إلى الصواب والاعتراف بالخطأ وتقدير واحترام الطرف الآخر، مثل: أنا آسف، أعتذر عما بدر مني، سامحيني، أو سامحني، أو أي كلمة أو جملة ود وعطف يمكن أن تذيب الجليد وتعيد الدفء والمودة بين الزوجين. ولكن من يكون الفارس الذي يسبق إلى كسب قلب صاحبه بالاعتذار أولا؟ أهو الزوج أم الزوجة؟ لقد مدح الله أصحاب القلوب الرحيمة التي تقبل الاعتذار من غيرها، فقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك فالحياة الزوجية مليئة بالأخطاء والهفوات والمنغصات، لكن المحسن من يتغافل عن الزلات ويسهم في تصحيح الأخطاء لا في تصيد الأخطاء، مبتعدا كل البعد عن الكبر والعناد اللذان هما سببان رئيسيان لفساد الحياة الزوجية. فإلى كل زوجين حريصين على بقاء مودتهما وسعادتهما أن يجتهدا في تجنب الأخطاء قدر المستطاع، وإن وقعت فالبدار البدار إلى الاعتذار، لكي يغسل قلبيهما ويعيد نشاط شجرة الأسرة بينهما. فمن بادر نال بذلك رضا الرحمن. وإن حاجتنا إلى ثقافة الاعتذار وتعميقها في ذواتنا وبيوتنا لهو أمر ضروري من أجل سعادة الأسرة واستقرارها نحو حياة أسرية سعيدة مستقرة.